إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك مفتون فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، ها هي الأيام المباركات تمضي سراعا وها هو الوقت يمر وكأن الشهر لم يبدأ إلا أمس وما بقي فيه إلا أيام قليلة تمر كأنها دقائق سريعة، والفائز من استغل هذه الأيام وانتهز هذه الفرص وتاب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، والفائز حقا من خلق له قلب جديد في هذا الشهر، قلب منيب إلى ربه، تواب إلى قيوم السماوات والأرض. والخاسر حقا نعوذ بالله أن نكون من الخاسرين هو الذي خرج من رمضان كما دخل، ما حصل شيئا وما ازداد شيئا وما تغير قلبه وما ازداد إيمانه وما صلحت نفسه وما استقام فؤاده، وكأن رمضان ما كان إلا عطلة يسيرة عن المعاصي ثم عاد من جديد إلى المعاصي والذنوب، وكأن رمضان ما كان إلا فاصلا قصيرا كهذه الفواصل الإعلامية التي تعقدها القنوات للفصل بين برنامجين ثم عاد مرة أخرى إلى المعصية والعيب والشين. فنسأل الله عز وجل أن يسترنا في الدارين. أيها الإخوة الكرام، لقد قلت في المرة الماضية في الخطبة السابقة
أن من أحب أن يعامله الله عز وجل معاملة فليعامل الناس بمثلها، فإن الجزاء من جنس العمل، وربنا عز وجل لا يظلم الناس شيئا، وهو القائل تبارك وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فكما تزرع تحصد، والله تبارك وتعالى يجزيك على عملك القليل بالأجر العظيم والثواب الجزيل، وكلما قدمت من عملك وبذلك ما هو الأقل فإن ربك عز وجل يجزيك بما هو أكثر وأعظم وأوفر وأوسع. ومن أوسع فضلا من الله، ومن أجود من الله، ومن أكرم من الله لا أحد، فهو الجواد الكريم سبحانه وبحمده. ولا ريب أننا جميعا يحب أن يعاملنا الله عز وجل بجوده وفضله، ونحن دائما نسأل الله من فضله، ونسأله من جوده وكرمه، ونحن دائما نقول: يا كريم أكرمنا، يا جواد جد علينا، يا واسع الفضل تفضل علينا. فمن كان كذلك فليكن جوادا في نفسه، متفضلا في نفسه بما يملكه، ليتفضل عليه سبحانه بفضله وجوده وكرمه. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. رمضان ذلكم الشهر العظيم أيها الإخوة هو شهر الجود والكرم، تجود فيه بمالك، وتجود فيه بنصيحتك، وتجود فيه بابتسامتك التي تطيب قلب أخيك، وتجود فيه بالكلمة الطيبة التي تبذلها لتصلح بين اثنين، وتجود فيه بالرحم التي تصلها ولا تقطعها. إنه شهر الجود حقا. ومن أجل هذا فإن نبينا عليه الصلاة والسلام أعطانا صورا كثيرة من صور الجود نستطيع أن نستعملها في حياتنا، وبين لنا أن الجود ليس مقصورا على المال الذي تخرجه من جيبك على مضض، وإنما بين عليه الصلاة والسلام قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة. سلامة عظم المفصل. كل سلامة من الناس عليه صدقة تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: فإن لم تجد فبكلمة طيبة. فبين عليه الصلاة والسلام أن الكلمة الطيبة صدقة، وبين عليه الصلاة والسلام قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة. فالجود أنواع منوعة، والمؤمن يستطيع أن لا يحرم نفسه من شيء من هذه الأنواع المنوعة من الجود والكرم. وإذا ذكر الجود فلا بد أن يذكر الحي الكريم المعبود، فهو الجواد أولا وآخرا، وهو المتفضل أولا وآخرا. وما بكم من نعمة فمن الله، كل عطاء وكل فضل وكل عافية وكل نعمة فهي ليست من نفسك أنت، وليست من فعلك أنت، إنما هي من فضل الكريم الجواد عز وجل. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم
ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا ألقي في البحر. وهل ينقص المخيط شيئا إذا ألقي في البحر؟ هل يأخذ من مائه شيئا؟ هل تأخذ الإبرة من ماء البحر شيئا إذا جعلت فيه؟ ذلك هو جود رب العالمين تبارك وتعالى. ثم قال عز وجل: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فأجود الأجودين وأكرم الأكرمين هو رب العالمين. فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، لا تسأل البشر، فإن البشر إذا أعطاك مرة نظر إليك نظرة فيها من، وإذا أعطاك الثانية نصحك نصيحة فيها من، وإذا أعطاك الثالثة وبخك توبيخا كله من وأذى. وأما الله فهو الجواد الكريم الذي يعطي. إن ابن آدم يغضب إذا سألته، ورب العالمين يغضب إذا تركت سؤاله. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وبني آدم حين يسأل يغضب. فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وإذا ذكر الجود بعد هذا فلا بد أن يذكر سيد البشر وحبيب الحق والرحمة التي أرسلها الله للعالمين، ذلكم النبي الأمين الذي قال له ربه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لقد كان جوادا كريما عليه الصلاة والسلام، كان جوادا في كل شيء، يجود بماله وهو لا يملك المال أصلا، ويجود بنصحه، ويجود بوقته، ويجود بدعوته، ويجود بعلمه، ويجود بتبليغه للناس، ويجود حتى بدمه من أجل دينه ومن أجل أن تبلغني وإياك كلمة الحق. فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كان آية في الجود لا تبارى، وكان نهرا في الجود لا يجارى. تالله ما خلق الإله ولا برى خلقا ولا خلقا كأحمد في الورى. فعليه صلى الله ما قلم جرى أو لاح طيف في الأباطح أو قبى. رسول الله كان أجود الناس. وقد سمعتم حديث ابن عباس وهو في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. ذات يوم، كما يحدث أنس رضي الله عنه في الصحيح، جاءه رجل فأعطاه صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين. تصوروا، واد مليء بالغنم يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا واحدا، غنما بين جبلين. فأخذ الرجل الغنم كله واستاقه إليه، ثم انطلق إلى قومه يقول: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. محمد لا يخاف الفقر،
لأنه يعلم أن ما عند البشر ينفد وما عند رب البشر باق. فصلى الله على سيدي وأعظم الناس في الأخلاق عليه الصلاة والسلام. يقول لجابر رضي الله عنه: لو قد جاءنا مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. ويجمع يديه صلى الله عليه وسلم، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يجيء مال البحرين. وجاء مال البحرين وأبو بكر خليفة المسلمين، فقال: من كان له وعد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بينه وبين رسول الله عهد فليأتنا. فجاءه جابر فأخبره، فقبض له أبو بكر قبضة بيديه وقال: عدها. فقال: فعددتها فإذا هي 500. قال: فخذ مثليها. يوفي بوعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذات يوم كان يسير عليه الصلاة والسلام، فلقيه جماعة من الأعراب فسألوه العطاء، فقال عليه الصلاة والسلام: ردوا علي ردائي، فلو أن لي عدد هذه العطاء مالا لأعطيتكم إياها، ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا. صلى الله وسلم وبارك عليه. هو في الجود آية لا تلحق، وهو في الجود صاحب غاية لا تدرك. صلى الله عليه وآله وسلم يجود في أحد بنصحه وجهده حتى يجود بدمه عليه الصلاة والسلام، فيجرح وتكسر رباعيته وتدخل حلقة الحديد في وجنته، وتهشم البيضة بيضة الحديد التي تحميه تهشم على رأسه، وتحفر له حفرة يسقط فيها، ويسيل الدم من وجهه ولا يكاد يكف نزيف الدم، وهو عليه الصلاة والسلام يمسح الدم عن وجهه في حلم وجود وكرم عجيب، ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. صلوا عليه، صلى الله وسلم وبارك عليه. تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تطعه أنامله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن بعده صحابته الكرام. هذا الصديق أبو بكر خير من دب على التراب وعلى الثرى بعد الأنبياء والمرسلين، يقدم ماله للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، ويترك لأولاده ولأهله الله ورسوله. فيسأله رسول الله: يا أبا بكر، ماذا تركت لأهلك؟ فيقول: تركت لهم الله ورسوله. وكفى بذلك كنزا وذخرا لا ينفد أبدا. تركت لهم الله ورسوله. وعمر رضي الله عنه يسابق الصديق أبا بكر، وسار في إثره الفاروق متصلا بجوده كاتصال المتن بالسند، فيقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم نصف ماله، ويريد أن يسابق أبا بكر، ولكنه يعلم أن أبا بكر سباق لا يستطيع اللحاق به، فيجود بما يستطيع عمر رضي الله عنه. وهذا عثمان يجهز جيش العسرة، ويشتري بئر رومة، ويفعل ويفعل، فيصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر مثنيا عليه مبشرا إياه، يقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. ويا لها من منقبة عظيمة. وهذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان رجلا غنيا يجود ويبذل من ماله بكل ما يستطيع ولا يبخل،
وهكذا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يجودون بأموالهم ويبذلون ما يستطيعون، بل حتى ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة. ولعلكم تذكرون ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه يوما وأراد رسول الله أن يكرمه، أرسل إلى إحدى نسائه وتأمله فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي غير الماء. فأرسل إلى الأخرى فأجابت بنفس الجواب، والثالثة والرابعة، كل بيوت رسول الله ليس فيها إلا الماء يا إخواني. وهو رسول الله قائد الأمة وسيدها صلى الله عليه وآله وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضيف ضيف رسول الله؟ رسول الله عنده 9 بيوت ولا يستطيع أن يضيف ضيفه لأنه لا يجد ما يضيفه به. من يضيف ضيف رسول الله؟ قام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فأخذه الرجل وهو لا يدري بما يضيفه، لكنه يريد أن ينال هذه المثوبة، ضيف رسول الله، أنا أضيفه يا للشرف. فأخذه وانطلق به إلى امرأته فقال: ما عندك؟ هل عندك شيء؟ قالت: والله ما عندي إلا طعام صبياني، ما عندي إلا قوت صبياني. قال: نوميهم نوميهم نوميهم، ليسوا بحاجة أن يأكلوا الليلة، نوميهم. ثم أمرها إذا أعدت الطعام أن تقوم إلى السراج كأنها تصلحه فتطفئه، وهو يصور للضيف هو وامرأته أنهما يأكلان معه ويتركان الضيف يأكل حتى يكفيه الطعام، لأنه لا يكفي إلا لواحد فقط. وصنع ذلك رضي الله عنهما، وأكل الضيف وهما يصوران له أنهما يأكلان معه. فلما انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرح بهما فرحا عظيما، وجعل يقول لهذا الرجل: لقد ضحك الله، وفي رواية: عجب الله لصنيعكما الليلة بضيفكما. فتصوروا، رب العالمين يعجب لهذا. هل الله يعجب؟ نعم يعجب. وهل عجبه عجب والعياذ بالله الذي لا يدرك الأمر وكان يجهله وفوجئ به؟ كلا وألف كلا، إنما هو عجب يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. فأثبت لله ما أثبت لنفسه وقل: ليس كمثله شيء. عجب الله لصنيعكما الليلة بضيفكما. فسبحان الله، ما هذا الجود وما هذا الكرم، وما أحوجنا إلى التأسي بهؤلاء. هكذا كان الصحابة يجودون بأموالهم ويجودون بأوقاتهم، وكثيرا ما جادوا بدمائهم في سبيل الله. هذا أبو طلحة رضي الله عنه يدرس على النبي صلى الله عليه وسلم، والسهام كلها في ظهره ترشق ظهره، هو لا يتحرك من مكانه حماية لرسول الله، ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تشرف يا رسول الله، أي لا ترفع رأسك حتى لا يراك القوم، نحري دون نحرك يا رسول الله، رقبتي فداء لك. كم جادوا بدمائهم، كم جادوا بأموالهم، وبعضهم كان لا يجد، بعضهم كان لا يجد ما يجود به فجادوا بالدمع، كما قال الله عز وجل: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يجود بالنفس إن ظن البخيل بها
والجود بالنفس أعلى غاية الجود. أيها الكرام، إنما ذكرت لكم هذه الأمثلة من جود الصحابة رضي الله عنهم، ولو استطردت لطال الحديث جدا، ولكن يكفيك أن تسمع بعض هذه الصور المشرقة أيضا من حال الأجواد الكرماء من العلماء والفضلاء. فأحد هؤلاء العلماء الكرام ترسل إليه امرأة ذات يوم أنه قد جاءها ضيوف وليس عندها طعام، فأرسل إليها ذلكم العالم الجليل طعاما، ولا يزال يواصل إرسال الطعام كل ليلة لمدة 20 سنة لم يقطعها. وهذا الشيخ الألباني محدث الدنيا رحمه الله رحمة واسعة، تأتيه امرأة فتقول إن عليها مبلغا من المال كانت أخذته من البنك وقد ازداد عليها المال وتريد التخلص منه، فأعطاها الشيخ المبلغ كاملا وزادها 1000 أو 2000، قال هذا لتسدي به دينك وهذا هدية. وهذا الشيخ عبد العزيز بن باز عالم الدنيا ومرشدها رحمه الله رحمة واسعة، كان في كل يوم لا يأكل إلا مع الفقراء والمساكين، يجتمعون في بيته ويصنع لهم مأدبة عظيمة في كل يوم، لا يتخلف عن هذا. وفي بعض الأحيان كان الكبراء يقولون له: لو جعلت للفقراء مجلسا غير مجلسنا. فقال لهم الشيخ: أنا لا أجلس إلا مع هؤلاء ولا آكل إلا مع هؤلاء، فمن أحب مجلسنا فليجلس معنا وإلا فليفعل ما بدا له. فرحمهم الله رحمة واسعة، هكذا كانوا وهكذا لا بد أن نكون أيها الكرام. وفي الحديث الحسن وهو في مراسيل الحسن: داووا مرضاكم بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة. ولو سردت لك قصصا من هذا لسمعت عجبا ولرأيت عجبا، لكن لعلي أسمعت بعضكم من قبل قصة هذه المرأة التي كانت مصابة بفشل كلوي، ولما وجدت امرأة تتبرع لها بشيء من المال، تتبرع لها بكليتها مقابل 100,000 ريال، إذا بالمرأة المتبرعة تبكي. قالت: ما يبكيك؟ قالت: أنا ما فعلت هذا إلا لشدة فقري. قالت: فخذي المال وانصرفي وأنا فوضت أمري إلى الله. أخذت 100,000 ريال وهي فقيرة وانصرفت، ودخلت المرأة مرة أخرى لإعادة الفحوصات، وإذا بها قد عادت كليتها سليمة وكأن لم يكن بها شيء على الإطلاق. وثانية وثالثة، القصص كثيرة جدا، بل والله إنك لتعجب لهذه القصة. أحد الفضلاء كانت ابنته مريضة مرضا شديدا، وذات يوم وجد قطا هرة تريد طعاما، فقدم لها الماء والطعام ونوى نية صادقة أنه يطعم كبدا رطبة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي كل كبد رطبة أجر. فشفيت ابنته بذلك أيها الكرام. فتأملوا إلى هذه المعاني، ثم تأملوا إلى أحوالكم هنا، وإلى أحوال إخوانكم هنا، وإلى أحوال مساجدكم هنا. أنتم هنا أولى ما تكونون أن تكونوا صفا واحدا، لحمة واحدة، بناء واحدا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. لستم هنا بحاجة أبدا إلى أن يأتيكم ضيف من الولاية الفلانية أو رجل من المسجد الفلاني ليقول لكم تصدقوا،
جودوا، أنفقوا. وأنا ما فعلت ذلك اليوم في خطبة الجمعة من هذا الباب أبداً، وأنا لا أحب هذا، لا أحب أن أصنع خطبة أو درساً أو حديثاً لأقول للناس افعلوا كذا أو لا تفعلوا كذا اليوم، لا. وإنما أردت أن أؤصل في قلبك هذا المعنى، وإنما أردت أن أغرس في قلبك هذا المعنى عموماً، لتبقى هذه الكلمات في أذنيك دائماً، ليس اليوم فقط، ولا والله ما قصدت ذلك، وإنما أردت أن أغرس في قلبك هذه المعاني. نحن هنا معشر المسلمين أحوج ما نكون إلى أن نتكاتف ويعاون بعضنا بعضاً، وتعاونوا على البر والتقوى. نحن هنا أحوج ما نكون إلى أن نتواصل، إلى أن يرحم بعضنا بعضا، ويعطي بعضنا بعضا، ويرفق بعضنا ببعض. نحن هنا أحوج ما نكون إلى أن نعمر نحن مساجدنا بأيدينا، دون أن يحوجنا الأمر إلى أحد يقول لنا افعلوا أو لا تفعلوا، فيجمع منا ما يجمع، وبعضنا يخجل، وبعضنا يتعرض للحرج. لا لا، أنا أريدك أن تجود بما تملك، ولو بدولار واحد، ولو بسنت واحد. والله عز وجل كريم، وكلما كان فضل العبد وجوده أكثر فإن فضل الله أعظم وأوسع وأكثر وأفضل. وتذكر الآية دائما: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني، أعود فأقول: مضت الأيام سراعا. هل تذكرون أول يوم في رمضان متى كان؟ ها هي أواخره قد أتت، وما بقي فيه إلا أربعة أيام أو خمسة أيام، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، إن فواته مصيبة، وإن وداعنا إياه مصيبة، ولو عتاه وغربتي وهواني لفراق محبوبي وحلم جناني، ما بين أشواقي إليه ولهفتي لفراقه، ما ثم غير ثواني. سبحان الله. أقول: إن العاقل الفطن من يدرك الفرصة فلا تضيع منه أبدا، ولا يحرم نفسه من فضل الله وجوده عليه أبدا. لقد كان الصالحون يحزنون لفراق رمضان ووداعه، ويتذكر من يتذكر منهم أنه ربما لا يأتي عليه رمضان قادم. نسأل الله أن يمن علينا برمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة في طاعة وقربة لله رب العالمين. يا إخواننا، إياكم والتوبة المؤقتة، إياكم والطاعة الموسمية. لما مات رسول الله وحزن الناس، ووقف عمر رضي الله عنه مذهولا مدهوشا يقول: من قال إن محمدا مات قطعت عنقه أو ضربت عنقه، إنما ذهب للقاء ربه. وقف الصديق أبو بكر يعلنها قوية مدوية واضحة جدا، تقول لنا جميعا: استقيموا، لستم عبيد يوم،
ولا عبيد شخص. أيها الناس، من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ونحن نقول في هم وألم وحرقة، حرقة على ضياع هذه الأيام التي مضت ولم نحصل فيها شيئا، نقول في حرقة على هذه الأيام التي مضت وما انتهت ذنوبنا ولا توقفت معاصينا، نقول لأنفسنا يا إخواننا، من كان يعبد رمضان فإن رمضان قد ذهب، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. يا من دخلت المسجد في رمضان إياك أن تخرج منه بعد رمضان، يا من حافظت على الصلاة في رمضان إياك أن ترجع إلى ما كنت عليه من ترك الصلاة بعد رمضان، يا من غضضت بصرك عن الحرام في رمضان إياك أن ترجع إلى إطلاق البصر بعد رمضان، يا من امتنعت عن التعامل بالربا في رمضان إياك أن ترجع إلى الربا بعد رمضان، يا من أغلقت وفارقت حانات الخمور ومحلات الخمور والمنكرات في رمضان إياك أن ترجع إليها بعد رمضان، إياك أن تكون كحال هؤلاء الضالين الذين يعتبرون رمضان موسماً مثقلاً عليهم، ينتظرون رحيله وكأنه سجن أو قيد كان يقيدهم، فلما ذهب رمضان فرحوا. لا والله، والله يا رب إننا لنحزن، والله إنا لفراقه لمحزونون، وعلى ما ضيعنا فيه لمتأسفون، ولعودته إلينا لراجون راغبون متأملون. فيا رب لا تحرمنا من رمضان، ولا من بركات رمضان، ولا من رحماتك في رمضان ولا بعد رمضان، ويا رب امنن علينا بالاستقامة التي لا تنقطع أبدا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم جد علينا بجودك وأنت الجواد الكريم. اللهم تفضل علينا بفضلك وأنت ذو الفضل العظيم. اللهم لا تحرمنا من رحمتك وأنت الغفور الرحيم. يا من سمى نفسه حليما غفورا، نحن العصاة المذنبون الخاطئون، ولكننا نحبك يا رب، فكن بنا حليما غفورا. اللهم تول أمرنا، واجبر كسرنا، وأحسن خلاصنا، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم رد الفتن عنا، اللهم أطفئ نيران الفتن في بلاد المسلمين، اللهم دمر كيد المتآمرين في بلاد المسلمين، اللهم فرج كروب إخواننا في أرض الشام، اللهم لا تسلم مصر إلى المنافقين، اللهم لا تسلم مصرنا إلى المنافقين، اللهم حكم في بلادنا وفينا شرعك يا رب العالمين، أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من الفائزين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح،
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا اعتدلوا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم الله سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله سمع الله لمن حمده الله أكبر